هو الوضع الصحي أكيد بيد رجال الصحة بالأساس، وتعرفوا عنا من أشهر وأفضل الأقسام ورؤساء الأقسام، وكنت في اتصال يعني مع رئيس القسم. وصحيح كما كنت تحكي فما جدل حول الأعداد، لكن زاد فما تجهيزات قادمة، فما تجهيزات جديدة إن شاء الله الجمعة الجاية تجي لصفاقس اللي ربما تغير المعطيات، باش يتم اقتناء جهاز جديد نتاع بي سي ار، أو تم اقتناءه وهو نستناه في الليفريزون نتاعو تاع تحاليل بي سي ار، وقاعدين ننظروا كيف كيف في المخابر العمومية الأخرى اللي موجودة في المستشفى الهادي شاكر، والا في بيو تكنولوجيا.